طيب على ذكر اتجاه الدولة يا دكتور، يعني دايما زيادة معدلات الاستثمار سواء العام أو الخاص بتكون على رأس الأولويات من أهم مستهدفات الخطة التنموية، بالطبع في مستهدفات أخرى، ولكن لماذا دائما الاستثمار هو اللي بيأتي في المقدمة؟ طبعا الاستثمار هو رقم واحد في إدارة النمو، يعني مش هنقول رقم واحد، هو من أهم إدارة النمو الاقتصادي للدولة ومعدلات النمو للدولة. لسبب، طول ما في استثمار يبقى في معدلات البطاله تنخفض، طول ما هيبقى في استثمار مثلا في مصانع، استثمار في مناطق زراعيه، طول ما هيبقى انت عندك السلع بالنسبه لك متوفره، طول ما عندك استثمار ممكن الاستثمار هيكون استثمار اجنبي مباشر جاي لك، الاستثمار الاجنبي المباشر هيجاي لك هيساعدك ان هو هينقل لك تكنولوجيا، استثمار اجنبي مباشر هينقل لك عمله اجنبيه انت محتاجاها، هيوفر لك طبعا نقل تكنولوجيا، هيوفر لك عماله جديده، هيعمل لك تنافسيه موجوده على مستوى العالم. طول ما احنا بنشجع ان يكون في استثمار اجنبي مباشر واستثمار المحلي، كل ما دوت هيساهم عندنا في معدلات النمو. طب لكن تقييم حضرتك ايه للاستثمار الاجنبي المباشر في الفتره القادمه؟ يعني اولا حصل في الفتره السابقه، يعني بص عايزين العالم ومصر انفصل في جزء، في عندنا في حياتنا فترتين مهمين جدا، ما قبل جائحه كورونا وما بعد جائحه كورونا وما حصل بعد كده عندنا في الاحداث تتعلق بروسيا واوكرانيا. كان يمكن يعني الهدف يمكن احنا في خلال الاربع سنين خمس سنين فاتوا كان التركيز واضح شويه في الاستثمار الاجنبي الغير مباشر وليس الاستثمار الاجنبي المباشر، ودوت اللي احنا بنسميه في وقت من الاوقات اللي هو الهوت ماني، اللي ساهم في وقت كبير كان احتياطي النقد عندنا ارتفع، وما كان الاستثمار الاجنبي غير مباشر كان دخل في مصر، لان كانت مصر من اعلى الدول اللي بتدي عائد مقارنه بالمنطقه الموجوده. طبعا هو المستثمر الاجنبي او الاستثمارات الاجنبيه بتبص على العوائد المرتفعه، ولما بتيجي تحصل اي تغيرات اقتصاديه على مستوى العالم بتبتدي هذه الاستثمارات تخرج تاني بقوه، ولما بتاثر بتعمل خلل في شكل الاقتصاد بتاع الدوله. التجربه ديت انا شايف انها كانت قاسيه علينا من ناحيه الاقتصاد المحلي عندنا هنا، اهوت لما حصلت جائحه كورونا وبعد كده لما ابتدى الفدرال الامريكي يرفع الفايده على مستوى يرفع الفايده، ابتدت من الاسواق الناشئه كلها مش من مصر تخرج الاستثمارات الاجنبيه غير مباشره. والاستثمار الاجنبي بقى المباشر عنده فكره عدم التاكد من المستقبل، طول ما هو ما عندوش يقين وعدم تاكد بيبتدى عامل هولد على مستوى العالم وليس مصر فقط، يعني على طبعا مستوى العالم الاستثمار الاجنبي المباشر كان عامل هولد، لان حتى في 2019 و2020 كان العالم تقريبا شبه متوقف بسبب جائحه كورونا، لكن من بعد 2021 و22 ابتدت برضو فكره عدم التاكد بالمستقبل بسبب الاحداث اللي حصلت الحرب الخارجيه دوت. لكن برضو الاستثمار الاجنبي المباشر عشان بيجي يدخل دوله هنا في مصر ابتدينا نفكر على جزء ان احنا اول حاجه بنفكر فيها وابتدينا ننفذه اول حاجه الحوكمه. لما الاستثمار الاجنبي المباشر بيخش في الدول بيبص عايز يكون فيه مفيش بيروقراطيه، لازم يكون في حوكمه، في ستيبل في بعض الاجراءات الموجوده في الدوله. الاستثمار الاجنبي ما بيخش بيبص حتى في كل دوله حاجه اسمها الكانتري ريسك بريميوم، علاوه المخاطر لهذه الدوله. لو قدر ان هو شايف ان هو هيقدر يحقق العائد اللي هو حسبه قبل ما يخش فبيدخل هذه الدوله يستثمر، لو شايف ان هو مش هيقدر يحقق هذا العائد فبالاسف مش هيقدر يتحرك. لكن اتجاهات الدوله دلوقتي يعني احنا بنشوف في منظومات وبندي حتى تنافسيه للقطاع الخاص، وفي تسهيلات بالفعل للمستثمرين، تسهيلات بتبتدي مثلا زي القطاع مثلا القطاع الخاص. الاستثمارات الاجنبيه لما تلاقي ان الاقتصاد بتاع الدوله تركيبته ليس بس الدولة كحكومة أو مؤسسات الدولة هي اللي بتسيطر على الاقتصاد، لما تلاقي القطاع الخاص مشارك فيه يبتدي الاستثمار الأجنبي يدخل في هذه الدولة. طيب سواء مصر أو عالميا. أثناء حديثك ذكرت النقطة الخاصة بالتنافسية مرتين، طبعا العناصر التنموية اللي اتكلمنا عنها أكيد مهمة، ولكن أحب حضرتك تشرح للمشاهد كيف بتسهم هذه العناصر في زيادة التنافسية الدولية للاقتصاد المصري بشكل عام؟ يعني اولا التنافسيه عندنا ان هو اولا اول حاجه الاجراءات، لو نيجي بنتكلم لو احنا عندنا اولا التنافسيه ان احنا نقدر نصدر مثلا على مستوى العالم، ولما نيجي هنصدر على نصدر منتج عالمي نصدر منتج نبقى موجود بره، يبقى لازم اولا بالترتيب لازم يكون عندنا المنتج قوي وكوالتي بالنسبه له عالي، ايدي العاملين تكون محترفين محترفه، تسهيلات قويه ان احنا نقدر نصدر، والتسهيلات ديت مش كمان نصدر كمان في ماتيريال بنبقى محتاجينه من بره عشان نقدر نعمل اعاده تصنيع ليه ونبقى موجود. وعلى فكره احنا حتى موجودين عالميا بقوه، مثلا لو سافرنا مثلا الناس بتسافر بره هتبص مثلا قطاع زي قطاع المنسوجات. صحيح. احنا عندنا تنافسيه كبيره جدا في قطاع زي قطاع المنسوجات وموجودين فيه، عندنا تنافسيه كمان تنافسيه اقليميه، لكن ممكن الناس في ظل برضه الازمه الاقتصاديه
موجوده، في حاجات الناس مش شايفاها كتير في ظل برضه حالتها الاقتصاديه. طول ما هو ممكن حد حالته الاقتصاديه حاسس ان هو في تعثر في اي وقت او عدم يقين، في حاجات ممكن مش شايفينها. يعني احنا عندنا التنافسيه مثلا موجود في قطاع زي قطاع البتروكيميات، يعني النهارده الغاز والاكتشافات الموجوده في الغاز نقلت مصر نقله كبيره جدا. صحيح. موجود برغم ان في شريك اجنبي، والشريك الاجنبي يملك هذه الحصه، لكن احنا لينا ايرادات موجوده من هذا القطاع وموجودين فيه. وفكره انه مصر اصبحت بالفعل مركز اقليمي للطاقه، مركز اقليمي للطاقه، وفي تزايد من الاقبال. مش الموضوع بقى مركز اقليمي للطاقه، مصر النهارده ابتدت بتقدم برضه لاوروبا. صحيح. اوروبا بعد الازمه اللي حصلت الحرب، مصر خلاص بتتكلم مع اوروبا في تصدير الغاز لهذه المنطقه. برضه احنا عندنا النهارده تنافسيه اقليميه على فكره، مثلا في قطاع زي قطاع الكهرباء. قطاع الكهرباء ابتدت محطات الكهرباء عندنا المنتشره الموجوده، انا بتكلم على تنافسيه اقليميه ان احنا نقدر نصدر للعالم اللي حوالينا. لكن لسه المجتمع بيبص برضو على الأزمة الاقتصادية الموجود فيها، ويمكن حتى امبارح بس ابتدت في إعلان الدولة، حتى ابتدت تتكلم على مساعدات للأسر الأكثر احتياجا. يعني النهاردة في 11 مليار جنيه هيبقى مثلا لفئات محدودة الدخل، اللي هو مثلا معاشهم أقل من 2500 جنيه هيبتدي ياخد، عايز أقول حوافز أو مساعدات في ظل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة ديت. برضو الدولة بتحاول يعني بتبص على المجتمع. خدي بالك احنا اكتر من 100 مليون نسمه، يعني 100 مليون نسمه عشان التاثير، عشان يحس ال 100 مليون نسمه بتاثير قوي ده بياخد وقت كبير جدا، خصوصا ان احنا لسه ما عندناش فكره اداره الازمات والكوارث اللي حصلت ديت، هي جديده على مستوى العالم وجديده علينا. فاحنا ولكن على يعني على الرغم من كل هذه الازمات كان في بالفعل اشادات من كبرى المؤسسات الاقتصاديه باداره الازمه وامتصاص الازمه من الاقتصاد المصري. احنا فعلا امتصاص الازمه او على فكره ازمه حتى جائحه كورونا، انا شايف من وجهه نظري ان احنا قدرنا نمتص هذه الازمه، لان في العالم كله في ظل هذه الازمه كان في تراجع في معدلات النمو الاقتصادي، يمكن مصر الدوله الوحيده اللي حافظت على معدل اقتصادي جيد في ظل هذه الجائحه. صحيح. فضل. طيب دكتور، برضو استوقفتني كلمه حضرتك ذكرتها لما اتكلمت عن الشركاء، يمكن ده ينقلنا للحديث عن نقطه مشاركه القطاع الخاص، ودي الحقيقه النقطه اللي الدوله المصريه بتسعى في هذه المرحله لتعزيزها، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي. لو تكلمنا بشكل مبسط عن أهمية هذه الخطوة وأبعدها. يعني أولا وجود القطاع الخاص دوت هو مش تعزيز لك فقط، لكن هو مفروض يبقى تعزيز وتعظيم للثروة الاثنين مع بعضهم. وجود القطاع الخاص ان الدوله في بعض المشاريع او بعض الشركات الناجحه الموجوده بتدخل القطاع الخاص يدخل معاها كاداره، او بتبيع جزء من اصولها لهذا القطاع الخاص، والقطاع الخاص يخش يشارك في هذه الاداره. واكبر مشاركه الدوله حتى بتبص فيها في القطاع الخاص انها مثلا بتتكلم على برامج مثلا طروحات بعض الشركات الحكوميه اللي هي مثلا في قطاع زي قطاع البترول، في قطاع بعض الخدمات الثانيه اللي بتبقى موجوده، الدوله بتدخل القطاع الخاص فيها لحصص يملك 20 و25. لكن الهدف كمان من وجود القطاع الخاص ليس تخارج بس من الدولة، أنا شايف من وجهة نظري أنه لازم يكون المشاركة في القطاع الخاص في مشروعات جديدة، يعني مش كمان حصص الدولة فقط، لا طلق زي اليد، أي قطاعات تحديدا طلق مثلا طلق اليد في القطاع الخاص أنه هو يتحرك في قطاعات تانية. يعني مثلا موجود القطاع الخاص مثلا عايزين يتحرك في قطاع زي المياه مثلا، معالجة المياه يبقى موجود، محطات كهرباء تبقى موجودة زي الطاقة الشمسية، لو احنا سيبنا القطاع يعني القطاع الخاص لو ابتدى يعمل استثمار في محطات الطاقة الشمسية عندنا رقعة كبيرة جدا تساهم في هذه الطاقة تبقى موجودة. القطاع الخاص لو ابتدى موجود وهيبقى موجود أكتر في فكرة التحول الرقمي، احنا شايفين النهاردة التحول الرقمي العالم كله يتكلم عن التحول الرقمي. صحيح. واحنا نجحنا وعندنا شركات كبيرة في التحول الرقمي. اتجاه حتى الدولة ان احنا بنتكلم حتى على الاستثمار الاقتصاد الأخضر، ابتدينا نتكلم على الاقتصاد الأخضر، يعني احنا كنا في السنين اللي فاتت كان يمثل تقريبا 30% مثلا من استثمارات الدولة، عندنا هدف ان هو يوصل 40%. طب احنا الاستثمار دوت هيبقى منين؟ لازم القطاع الخاص يشارك فيه. لكن القطاع الخاص على طول حقيقه على لسان القطاع الخاص بيواجه يقول فكره البيروقراطيه، عدم تنفيذ السريع مثلا للتراخيص، ان انا عايز اعمل تراخيص بواجه صعوبه في اصدار التراخيص. ويمكن ديت الدوله في خلال يمكن في الوقت بتحاول فكره اسمها الشباك الواحد. صحيح. يعني لو واحد توفر كل هذه توفر كل المجهودات وكل الاجراءات، لان البيروقراطيه ديت هتساهم في كوست كبير جدا للقطاع الخاص يبقى موجود سواء المحلي او سواء الاجنبي. ودايما المستثمر الاجنبي قبل ما بيخش اي دوله بيبص على المستثمر المحلي شكله عامل ايه. لما بيشوف يلاقي المستثمر المحلي ما عندوش مشاكل ولا في عقوبات ولا في بيروقراطيه ولا في تدخلات، فعلى طول هو بيتحرك معاه، بيبقى فولو ليه، بيتحرك معاه في نفس الاستثمارات بتاعته او يدخل يعمل استثمارات تانية جايه.